بعد موجة غضب شعبي عاشتها البصرة بسبب ملوحة المياه ساهمت المساعي المحلية المركزية بدفع اللسان الملحي وقتيا لا جذريا ما يدفع المختصين في حكومة البصرة لدعوة المعنيين بالامر للاسراع بتنفيذ المشاريع التي من شأنها ابعاد الازمة بشكل دائم رغم انه هذا العمل ورغم هذا السحب ورغم استخدامات المياه لكن اللي بيروحها يعني نقدر نقول انه افضل من من بدايتها واذا وزاره الموارد المائيه قدر يعني عندها مقدره انه تزيد التصاريف او مثلا ايران فتحت فتح جزئي للكارون اكيد هذه الاملاح راح تنتهي ويعود الوضع الى ما هو عليه. مراقبون يرجحون تجدد الازمه ما لم يتم الاسراع بانشاء السد المقترح من المركز الاستشاري الايطالي الذي طلب فتره دراسه جدوى المشروع بالتنسيق مع الشركه العامه للموانئ العراقيه. يعني كسر السدود او ما شابه السدود الترابيه هي اللي دفعتها من يعني قدره الهيه مره ثانيه يعني احنا ما عندنا حلول جذريه، طبعا الحكومه الاتحاديه هي المسؤوله على هذا الموضوع مو الحكومه المحليه البصرية بناء يعني السدود هاي غادي اموال، البصره تحتاج الى سد ينقذها غير هذا ما مئة يعني حتى المياه الشرب تحتاج الى محطات تحليه بالبحر إشارة بأن نهر الكارون المغلق من الجانب الإيراني فتحت مناسيبه لشط العرب نتيجة انهيار السد الترابي بقدرة السماء لتنخفض بذلك ملوحة المياه التي وصلت تراكيزها قبل ذلك لأرقام سمية حذر المختصون من خطورة استخدامها لما لها من تأثيرات صحية خطيرة جدا عدالة إلهية ساهمت بفتح مناسيب نهر الكارون من الجانب الإيراني تنسيق مركزي محلي زاد من الإطلاقات المائية من ميسان لمياه البصرة عوامل ساهمت بحل موضوع ملوحة المياه وقتيا تهديدات العودة تلوح بالأفق إذا ما تم الموضوع جذريا لا ترقيعيا من البصرة أركان تقي قناة التغيير